أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم، كل باسمه وبلقبه، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تشاركون عرس الشهيدين غسان وعدي. مرحبا بكم. أيها الحضور الكريم، مع كلام الله سبحانه وتعالى وآيات من الذكر الحكيم يتلوها الدكتور صلاح الدين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة الترحيبية باسم شيخ عشائر عرب السواحلة محمود حسن الخلالي أبو خالد، يلقيها عنه بسبب مرضه الشيخ عبد العزيز الزعاتري، فليتفضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ذو الشهيدين الأهل والعزوة والعشيرة بكل معاني الفخر والاعتزاز، أتقدم إلى الأهل في الوطن المحتل عامة وإلى أبناء العمومة عشائر عرب السواحرة خاصة بالتهنئة والتبريك المقرونة بالشموخ والكبرياء. على طريق الشهادة تنتظم مواكب الشباب عيونهم شاخصة نحو السماء، وجباههم تضيء بنور الإيمان نشيدهم على الدوام. لبيك يا أقصى، لبيك يا وطني،
على درب المجد والخلود نحن سائرون، نموت لنصنع الحياة لأطفالنا، ونحترق لنضيء للأجيال عتمة الدرب. وقد ملأتها عصابات الغدر والظلم والقتل والقهر، عصابات صهيون، وقد احتلت الأوطان وقتلت الإنسان، وصرخ الأقصى والمهد والقيامة وخليل الرحمن وعرباه وإسلامه، فمن يلبي النداء غير الرجال الرجال؟ وللحضور الكرام الذين لبوا النداء لهم كل المجد والتقدير والشكر، الموصول من عشائر عرب السواحرة عامة وذوي الشهيدين خاصة، على مشاركتهم إيانا هذا الحفل الكريم، جزاهم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة عشيرة العويسات مع الشيخ إسماعيل علان أبو حمزة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النيرة التي استجابت لدعوتنا وشاركتنا أفراحنا في الشهيدين البطلين غسان وعدي. وأشكر أبناء عشيرتي، أبناء العمومة الذين كلفوني بإلقاء هذه الكلمة نيابة عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جاءت البشرى يوم الثلاثاء الماضي التي أثلجت صدورنا وصدور المؤمنين في العالم باستشهاد البطلين الشهيدين غسان أبو جمل وابن عمه عدي أبو جمل من عشيرة العويسات في جبل المكبر، وهي عشيرة من عشائر عرب السواحرة. هذا الجبل الشامخ الذي وقف عليه الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى القدس والأقصى، عندما رأى القدس والأقصى الشريف فكبر على هذا الجبل فسمي جبل المكبر، هذا الجبل الذي يتكئ عليه المسجد الأقصى، هذا الجبل الذي يتكئ عليه المسجد الأقصى، حيث لا يبعد عن هذا المسجد سوى بضع كيلومترات من جهة الجنوب. لله درك يا جبل المكبر، كم قدمت من الشهداء من قبل ومن بعد، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أيها الإخوة الكرام، فالدفاع عن المسجد الأقصى هو دفاع عن العقيدة، عن عقيدة هذه الأمة التي يدين بها مليار ونصف المليار من المسلمين. فكلنا يسمع ويرى ويتألم بما يفعله اليهود المجرمون من فساد وإفساد في ساحات المسجد الأقصى وفي داخل المسجد الأقصى أيضا، بنجاستهم ونجاسة أحذيتهم. وكلنا يسمع ويرى مساء صباح صيحات النساء المقدسيات: ولا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فلماذا يجوز لليهود الغاصبين أن يدنسوا مقدساتنا ويقتلوا المصلين الراكعين الساجدين في المساجد، ولا يجوز للفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم؟ فكم وكم استشهد من الشعب الفلسطيني بيد اليهود المجرمين، وآخر هؤلاء الشهداء الشهيد يوسف الرموني الذي قتل شنقا، ومن قبله الشهيد محمد أبو خضير الذي قتل حرقا. فالشهيدين البطلين غسان أبو جمل وابن عمه عدي أبو جمل رأيا بعيونهم الثاقبة وقلوبهم الملأة بالإيمان أنه لا بد من الرد.
فكان الرد الذي يفهمه العدو رداً موجعاً مؤلماً مزلزلاً، فامتشق كل منهم سلاحه المتاح وقاما بهذه العملية البطولية الجهادية، حيث تم قتل العديد وجرح العديد من أولئك اليهود الأنجاز أبناء القردة والخنازير. وارتقى الشهيدان بروحهما الطاهرتين إلى الجنة، فشهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار. أيها الأخوة الحضور، حي الله أهلنا في بيت المقدس، حي الله أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ورحم الله شهداء فلسطين، وحفظ الله المسجد الأقصى وأهل بيت المقدس، والذين هم كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن هذه الأمة. بارك الله في سواعد تقاتل في سبيل الله، تحلق أرواحها نحو السماء، تحمل الشهادة قرباناً لرضا الله وطمعاً في جنته. بارك الله في أولئك الأمهات اللواتي أنجبن هؤلاء الرجال. رحم الله شهداء عشيرة العويسات، رحم الله شهداء عرب السواحرة، ورحم الله شهداء فلسطين، ورحم الله شهداء جيشنا الأردني البطل في فلسطين، ورحم الله شهداء الأمة، وكلنا فداء للأقصى وللقدس الشريف. وشكرا لكل من شاركنا في احتفالنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كلمة عشائر عرب السواحلة يلقيها الأستاذ هاشم أبو تهيم، فليتفضل أبو الهيثم. اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام، في البداية أن أشكر أهلي وأبناء عمومتي أبناء عرب السواحرة الذين كرموني بالتحدث باسمهم. لقد تلقينا نبأ استشهاد أولاد العم الشهداء الأبطال غسان وعدي رحمهم الله، وكان وقع الخبر شديد الوطع على نفوسنا وآلمنا، لكن الألم كان ممزوجا بالفخر والاعتزاز. لقد رفعتم رؤوسنا ورؤوس أحرار الأمة، لقد خففتم عنا ما أصابنا ويصيبنا من ألم يوما كل يوم على ما نشاهده من أفعال لقوات الاحتلال والمستوطنين من قتل وخنق وشنق وهدم بيوت واستباحة للأقصى وللمصلين في الأقصى من نساء وأطفال وشيوخ وكل المقدسات والمساجد. فلغز غريبا على هذا المحتل المجرم هذه الأفعال. فإلى الجنة أيها الشهداء إن شاء الله، أيها الأبطال، أيها المغاوير، لا نقول إلا ما يرضي الله استسلاما لقدره، وليس لنا في هذا سوى الصبر والسلوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بما كنتم ترجوه، وأن لا يحرمكم ما تمنيتم، ويثبتنا من خلفكم على الحق والهدى ومزيدا من البذل والعطاء. اسمحوا لي أن أقبل رؤوس أمهاتهم قبلة أخوية، أمهات كل الشهداء اللواتي أنجبن هؤلاء الأبطال، فمزيدا يا رب من هذه الأمهات ومن هؤلاء الشهداء. عاشت فلسطين حرة عربية، وعاش الأردن، وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الهاشمية، قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأبا الحسين حفظه الله ورعاه. رحم الله شهداءنا وفك أسر أسرانا وشافى جرحانا. سلام عليكم أيها الشهداء، سلام عليكم، سلام عليكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأخوات، مع كلمة ذوي الشهيدين الأخ عامر أبو جبل أبو جمل فليتفضل مشكورا، وحيوا معي أبناء عم الشهيدين وأخت الشهيدين هي بيننا اليوم في هذا الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت في العاشرة من عمري عندما التقيت بغسان للمرة الأولى في حياتي، طفل عربي مرح من الضفة الغربية لنهر الأردن الخالد، وبالتحديد من أسرة مقدسية فرضت عليها سلطات الاحتلال حمل الهوية الزرقاء الخاصة بالمواطنين العرب. لم أكن أتوقع أن يكون اثنان من أولئك الشهداء الأبطال من أبناء عمتي الذين طالما حلمت بلقائهم، بل إنني لم أكن أتوقع أن يهرع على صدى عمليتهم البطولية التي تصدت لجرائم المتطرفين الصهاينة قادة الولايات المتحدة والكيان الغاصب. عمليتهم جندلت 13 من مستوطنيهم وجنودهم بين قتيل وجريح. لقد كانا ببساطة يدافعان ويمثلان إرادة كل حر وحرة في الوطن العربي والعالم للتصدي لجرائم المغتصبين الصهاينة على درب كنفاني ولينا وتغريد وسائر الشهداء والمقاومين سرتما، وشكرا لكم. أما الآن مع كلمة لملتقى شباب عشائر عرب السواحل الأستاذ مروان السرخي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قم للقدس وحي من فيها، للقدس رجال الله تحميها. هنيئا لكم يا شهداء الأقصى، وهنيئا لأمهاتكم، فقد أنجبنا أسودا حمرا كاسرة إن زأرت زلزلت الأرض من تحت أقدام إخوان القردة والخنازير. هنيئا لأم أرضعت أبطالا أمطروا سطروا ملحمة بإيمانهم ورجولتهم وشهامتهم. هنيئا لك يا جبل المكبر، فأنت منبع الأبطال، منبع الرجال، الأشاوس الغر الميامين. أبطال عشائر عرب السواحلة، إن جبل المكبر وهو جزء من عرب السواحلة ليقف شامخا راسخا بأهله، وكما هي كل فلسطين، أسدان حاملان أرواحهما على أكفهما نظموا فيها قصيدة الرجولة والبطولة والفداء، وسطروا الشجاعة والشهامة عنوان لأعراب من خلفهم، حيث كانت هذه العملية رداً طبيعياً ومنطقياً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والظلم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني، وقد ثارت بهم حمية الرجال وانتقام الأبطال لإعدام الشاب يوسف الريموني من قبل مجموعة صهيونية همجية. في حين هناك أفواه تشدقت وأدانت وشجبت هذا العمل البطولي الذي نفاخر به الدنيا، مدعين أنه وقع على مواطنين عزل ورجال دين ودور عبادة. لماذا تحول الصهيوني من الجاني إلى الضحية؟ إن الذين يواصلون الليل بالنهار لهدم المسجد الأقصى والاعتداء على المساجد وحرقها، أين كنتم يا من أدنتم هذا العمل البطولي أبان العدوان على غزة؟ أما الآن مع كلمة المناضل الدكتور
سعيد ثياب معروف بمواقفه أمين عام حزب الوحدة الشعبية، فليتفضل مشكورا. إخواننا عشائر عرب السواحر، نلتقي في هذا الحفل وفي حضرة الشهادة والشهداء استشهاد البطلين غسان وعدي أبو جمل، كأني بهم وقد وقف شهداء فلسطين من عز الدين القسام إلى عبد القادر الحسيني وإلى جورج حبش وأبو علي مصطفى وأبو جهاد وأحمد ياسين وخليل الشقاقي وكل شهداء الشعب الفلسطيني قد وقفوا يرحبون بشهيدينا ويسألون عن أوضاع شعبهم وأرضهم وأمتهم. كان الجواب من غسان وعدي بنفس الروح الوثابة والصلبة التي واجه بها الصهاينة على أرض القدس، أكدوا أن الشعب الفلسطيني ماض في طريقه حتى ينال حريته كاملة ويدحر لصوص الأوطان ولصوص التاريخ. كان يحمل الشهيدان غضب أهل القدس على ما واجهوه ويواجهونه من قتل وهدم للبيوت واقتحامات للأقصى بشكل متكرر، كل هذا من أجل أن يخلق الصهاينة أمراً واقعاً في المسجد الأقصى. وكان يحمل الشهداء في صدورهم ثأراً قديماً ممتداً منذ عام 48 على الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق أهلهم، ارتكبت بحق الشعب وبحق كرامته وبحق حريته ووطنه. لقد حملت هذه العملية كل معاني الغضب والانتقام من العصابات القتل والإجرام الصهيوني بما يتاح لهم من سلاح. ختاماً أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أوجه التحية لشعبنا المقاوم الصامد في القدس وفي عموم فلسطين. اسمحوا لي أن أوجه تحية الاعتزاز للسجناء القابعين في سجون الاحتلال والذين يخوضون بأمعائهم وبما هو متاح معركتهم معركة الحرية. واسمحوا لي أن نهتف جميعا المجد والخلود للشهداء الأبرار، والتحية كل التحية للمتمسكين بأهداف الأمة. وعاشت فلسطين حرة عربية من بحرها إلى نهرها، والخزي والعار للعملاء الذين يتآمرون على شعبنا وأهدافه الثورية. والسلام عليكم. تردد إبريل رائحة الخبز في البدر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس أول الحب عشبا على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغداة من الذكريات. إني من الغزال
أيها الإخوة، أيها الأخوات، مع كلمة ائتلاف أبناء الشتال والأستاذ محمد الهودلي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءه على مدينة القدس وأهلها، واعتداءه المتمادي على المؤسسات والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك، وممارساته الإرهابية على المرابطين والمرابطات، ومنع الناس من الصلاة وحرية التحرك بالمدينة المقدسة والدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدم البيوت وبناء المستوطنات، وعمليات حرق وشنق وترهيب وترويع، اعتقد هذا العدو أنه سوف يكسر أبناء القدس ويجعلهم قطيعا يحركهم كما يشاء. لكن أبناء هذا الشعب أثبتوا لعدوهم بأنهم أسود ثائرة. ليس جديدا على أبناء شعبنا المقاوم، وليس جديدا على أبناء عرب السواحل البواسل، وليس جديدا أن نرى عمليات نوعية لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى. لقد أكملت هذه العملية النصر في غزة، وأثارت حالة من الهلع في صفوف الصهاينة، وأخرج عدي وغسان أبو جمل بنيامين نتنياهو ومتطرفيه عن صوابهم، وأثاروا حالة من الارتياح في صفوف الغالبية الصاحقة من الفلسطينيين ومعظم العرب والمسلمين الشرفاء. الارتياح لأن أكثر من 1.5 مليار مسلم كانوا يتابعون طوال الأشهر الماضية عمليات اقتحام المسجد الأقصى وباحاته من قبل مستوطنين يهود يعيثون فيه فسادا، ويعملون على تقسيمه بمباركة حكومة نتنياهو وحمايتها، دون أن تتحرك الحكومات العربية وجيوشها الجرارة الساكنة. المارد الفلسطيني يتململ وبدأ يخرج من قمقم الذل والمهانة، وسيحطم كل من يقف أمامه، سلطة كان أو احتلالا أو أنظمة عربية متواطئة، وليس لديه ما يخسره، فهو شعب مؤمن بأنه المنتصر على أعدائه. وفي النهاية طال الزمن أو قصر والأيام بيننا، فهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لأسرانا البواسل، وعاشت فلسطين حرة عربية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوات، مع كلمة رئيس جمعية العودة واللاجئين الأستاذ كاظم عايش فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المجاهدين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله. أيها الحضور الكرام، في هذه الأمسية التي جئنا فيها نهنئ ذوي الشهداء ونهنئ عرب السواحل ونهنئ فلسطين ونهنئ أنفسنا أنه لا يزال فينا عرق ينبض بالكرامة والعزة والإباء والشهادة، لا يزال فينا من يردنا إلى طريق الصواب. ولا أريد أن أطيل الكلام عليكم فقد سمعتم الكثير، وإنما فقط أريد أن أضع خطوطا حمراء حول ما هو مطلوب منا وتحت ما هو مطلوب منا. ألا يكفي هذا الصمت القاتل؟ طال المنام على الهوان، فأين زمجرة الأسود واستنسرت فينا البغاث؟ ونحن في ذل العبيد، قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد. فمتى نثور على القيود؟ متى نثور على القيود؟ إلى متى نجامل
ونتواطأ مع هذا الصمت الرهيب المريب لما يجري لأهلنا في القدس. هل هي معركتهم وحدهم؟ نعم، هي معركة الشعب الفلسطيني، هي معركة 11 مليون فلسطيني، يجب أن يخوضوها جميعاً، ولا يجوز أن نتفرج على أهلنا يقتلون ويحاصرون ويجوعون. لا يجوز أن نسكت على ما يجري، يجب أن يكون لنا دور، وهذا الدور معروف. نعم، هنالك حصار، هنالك قيود، هنالك حدود، هنالك اتفاقات، هنالك تنسيق أمني، هنالك كثير من المفردات والجمل التي لا يجوز أن نعترف بها أو أن نقف إزاءها صامتين خانعين. يجب أن نقول كلمتنا وبمل أفواهنا، يكفي صمتا، يكفي خذلانا، يكفي انصياع لمعاهدات كتبت في الظلام ولا تمثلنا، لا تمثل ضميرنا، ولا تمثل موقفنا، فهي لا تمثل شعوبنا. شعوبنا تريد أن تجاهد، أن تقاوم. لقد رسم هؤلاء المجاهدين الأبطال في طريقي وفي سفري المقاومة خطوطا واضحة، ويجب أن نكون معهم وأن نقف إلى جانبهم. يجب أن نقول لا لوادي عربة، لا لأوسلو، لا للتنسيق الأمني، لا للمفاوضات، لا لكل هذه المعاني. باسم الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين نقدم التهنئة لأهل وذوي هؤلاء الشهداء، ونعاهد الله تبارك وتعالى أن نبقى جميعا على طريق الشهادة والمقاومة والإصرار والتمسك بحقوق شعبنا، كل حقوقه في أرضه، كل أرضه من نهرها إلى بحرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الإخوة، مع الشعر الحر الذي يصدع بكلمات الحق، والذي عرف شاعرا مقاوما، الأستاذ ماجد المجالي، فليتفضل مشكورا. صبي درامك في أتون درامي، صبيه كي يشتط فيك غرامي، أم البطولات السخية بالدمى، من فتية ولدوا مع الإقدام، إني المتيم فيك قبل ولادتي، موتي لأجلك أنت بعض هيامي. أرض الثرى القدسي يا وطن السماء، ما من مقام غير تربك سامي، إلا مقام الله في عليائه، فالأسفلون مقامهم أقدامي. شكرا، شكرا لك يا أخانا ماجد المجالي. ومع كلمتي الدكتور فراس العبادي أمين عام حزب الشورى الإسلامي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة خير الصلاة على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. إخواني الحضور الكرام، إخوتي أبناء عشائر عرب السواحرة الغر الميامين، يا من ارتقى من عشائركم إلى جنان الخلد شهيدا تلو شهيد، يا أبناء جبل المكبر، يا أبناء جبل المكبر الذي يطال عنان السماء، الذي يطال عنان السماء فخرا وشرفا وعزة وكرامة. لم نأتي اليوم ها هنا لنتقبل العزاء، ولم نأتي لكي نبكي ونندب ونحزن على شهيدين هما أسمى، على شهيدين هما أسمى وأكرم الآن عند ربهم في جنات الخلد. هيهات 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 أن نطال مراتبهم، وهيهات هيهات أن يكرمنا الله بالشهادة في القدس وعلى أرض فلسطين. لقد تطوع
لقد تطوع عن التخاذل العربي الإسلامي فارسان من أبطال عرب السواحرة وجبل المكبر لينوبوا عن تخاذل أمة نسيت مقدساتها وهان عليها الدم العربي وتخاذلت وجبنت وصارت فضيحة. وأي فضيحة ما بين الشعوب والأمم. أبناء العم غسان محمد أبو جمل وعدي أبو جمل ولداف الأقصى وكانا يشاهدا كل يوم ما يرتكبه آلة الحرب الصهيونية الجبانة بحق أرضهم وأهلهم وعرضهم ووطنهم وشعبهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية. ولدا وعاشاه وهما يريان هذا الصمت العربي المغزي المخجل والمؤامرات التي طالما أحيكت ضد فلسطين. نعلم لقد طال صوت الغربان، نعلم لقد مات فيهم الإنسان، نعلم لقد سلبوا أرض الأديان، نعلم لقد قلعوا الزيتون والريحان، لقد نفضوا عباءة القضعان، لقد أتوا من أجل الاستيطان، نعلم لقد أحرقوا القرآن، نعلم لقد تعالوا على الله، ومن يتعالى على الله يذل ويهان، فيا عشائر السواحر الكرام ويا أهل فلسطين الحبيبة، هنيئا لكم وبكم. فإن قدر الفلسطينيين المقاومة. عاشت فلسطين، عاشت فلسطين، وعاشت المقاومة، وعاشت البندقية التي توجه رصاصها صوب صدور المحتلين. الله أكبر ولله الحمد. وأما الآن مع أبو سند الساحوري وقصيد شعريه. في صباح القدس من شهر تشرين يوم الثلاثاء جتنا البشرى، عملوها الاثنين غسان أبو جمل وعدي هزين. قولوا ليوسف نم قرير العين، جبنا لك الحق وردينا الصاع صاعين. لابد ما يجي ذلك الحين ونكحل عيوننا بالنصر وتعود الفتح للمسلمين. كان مش القصيد أنا من رؤوس لقوام مالي من لفوف، أهلي أهل النخوات من غيث ملهوف، حنا بني عقبة دايم ذكرها، فرسان على طول العمر للقدس للسيوف، أوتاد للقدس ونحمي حرمها. عرب السواحرة يا زين يوسف، يا ناصرين الحق على مر الزمان، نيراننا من طغى لأبها، ويا جبل عالي على مر الزمان، يلي جنوب القدس وحامي حرمها. فيك البدو، شجعان شجعان، يوم النوايب تلقي جمرها ودمهم حامي مغلب نيران، عالي الظلم واللي نصرها. اسألوا عنا على مر الزمان،